سوري هشام، بس كان التليفون بعيد عني وحتى وصلت له كان قطع الخط. ألو، مين معي؟ أنا نايا بنت خالته لفادي، أنت مين معي؟ ألو ألو، عم تسمعني؟ ألو مين معي؟ أنا جبران. بالإذن لحظة. تفضلي. بقول لك يا جماعة، أنا شخصياً جعان جداً، ولو حنتكل على نايا يبقى مش هناكل. وأنا معك 100% حبيبي. أنا طبعاً معاكم، أصلنا ديمقراطية. طبعاً أكيد يعني. طيب يلا، شوف هتاكلوا إيه بقى. شوف. يلا. أنا خجلانة منك جبران، خجلانة من الكل ومن حالي كمان بعد كل يلي صار. طيب نايا سكري هلا وبحكيك دغري بعد شوية. ظاهر إنه مكالمة مهمة، بركي اخته العاصم عم تتصل لحتى تجهز حالها لاستقبالنا او شيء. نزيه معه حق، ويمكن لا. بالاذن. اذنك معك. ايه يا نايا، خلص اللي صار صار، بس هلا صدقيني كل شيء تغير. بس التمن كان غالي. معك حق، بس ما تخلي هذا الاحساس يحمك من انك ترجع على بلدك وتعيشي مع الناس اللي بتحبك. هلا صعب، مقلعين. معك حق، بس لو بتعرفي مين في عندي هلا. مين؟ اصحابك سامية ونزيه وليلى وفارس وفادي. بليز ما تخبرهم انك عم تحكي معي. لا نايا مش رح خبرهم، ما تعتري هم، بس حبيت اقول لك انه الدنيا بعدها بألف خير. تصوري هني جايين لعندي حتى نروح سوا نعزي منال اخته لعاصم. منال اخته لعاصم؟ ما بعرفها وما بحياتي التقيت فيها، ما بعرف شي عنها. مزبوط، لانه عاصم كان قاطع علاقته فيها. منال انساني منيحه، بس للاسف ما لي نصيب اتعامل معه لا قبل ولا هلا، وخاصة هلا. نايا فادي صار هون بده يحكي معك، أنا انبسطت كثير إنه سمعت صوتك. انتبهي على حالك. وهيدا فادي، باي. ألو؟ كيفك نايا؟ فادي وينك؟ وينك كل هالمدة؟ والله يا حبيبتي ضيعت تليفوني وضاع الرقم معه. امبارح جبران رجع جاب لي خط جديد، ودقيت لهشام لأسأل عنك. شفت شو صار مع عاصم يا فادي؟ مش عم صدق لهلا. اكيد بسببي انا. ما لازم تلومي حالك نايا، لانه زلمه مثل عاصم اقل شيء تكون هيك نهايته. فادي بليز ما تحكي عنه هيك. اللي صار مع عاصم مش قليل. قديش كان متضايق ويأسين وضايع لحتى صار اللي صار. هيدا اذا ما كان قاصد انه يعمل حادث. نايا، عاصم لو قاصد ينتحر ما كان بيطلع مع الرقاصه وبجزر هو وياها وهن اثنيناتهم مطفيين. رقاصه؟ عاصم ورقاصة مستحيل. شو عم تحكي فادي؟ نايا، لو ما رقاصة زمطت من الحادث ما كان في حدا يخبر. روحي حبيبتي عيشي حياتك مثل كل الناس الطبيعية، حاج تفكري بقى. طيب ما تنسى تحكي هشام لحتى ياخذ منه الرقم. يلا باي فادي. شو بلشتوا اكل؟ لا ناطريني.